وللحديث باستفاضة عن التحذيرات من مواجهة العراق عجزا ماليا بقيمة تصل إلى 130 تريليون دينار خلال العامين المقبلين، معنا من بغداد الباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ عمر الحلبوسي. مساء الخير. حيا لكم لقناتكم وللسيدات والسادة المشاهدون الكرام. حياكم الله. المستشار المالي والاقتصادي للحكومة الحالية مظهر محمد صالح يحذر من أن العراق سيواجه عجزا ماليا بقيمة تصل إلى 130 تريليون دينار خلال هذين العامين المقبلين. أين عائدة النفط وإيرادات العراق المالية من العجز المتوقع؟ يا سيدي الفاضل، من المعلوم تماما أن واردات العراق من النفط يتم تبديدها بشكل كبير من قبل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية، وأن أبواب الفساد التي تقوم بها هذه الحكومة هي من ساهمت بضياع هذه الواردات، وسوف نجمل هذه الأبواب. الباب الأول هو نافذة بيع العملة التي تعد واحد من أبواب الفساد الكبيرة التي يتم من خلالها ضياع واردات النفط العراقية، إذ أن العراق يخسر سنويا أكثر من 6 مليار دولار أمريكي. نعم. بسبب الفرق ما بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف في السوق السوداء. نعم. هذه أولا. ثانيا، الموازنة العامة التي حقيقة تقر بأرقام كبيرة، ولكنها لو قارناها مع أرض الواقع لا يوجد أي تطبيق لها على أرض الواقع، إذ أن العراق يمول الميليشيات الإيرانية الموجودة في لبنان وفي سوريا وفي اليمن وحتى إيران. لذلك العراق لا تصرف أمواله على الشعب العراقي، بل تصرف على دول أخرى لديها أطماع، تصرف أمواله لصالح الأنشطة الإيرانية. لذلك تبدد الأموال العراقية بشكل كبير من خلال التدخلات الإيرانية السافرة التي هي من تتحكم بكل مصاصر الدولة. بالإضافة إلى ذلك، المشاريع الوهمية التي حقيقة نهبت كثير من أموال الشعب العراقي، هذه المشاريع التي توجد على الورق ولا تطبق على أرض الواقع. نعم. بالحديث بالأرقام، كما ذكر مظهر محمد صالح المستشار المالي للحكومة، يقول العجز يصل إلى 130 تريليون إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 70. السؤال هنا، ماذا لو ارتفعت وهي بالفعل الآن مرتفعة ما بين 85 إلى 90 دولار للبرميل الواحد؟ أين تذهب الأموال والفروقات في حال ارتفع عن أكثر من 65 إلى 70 دولار التي أقرت وفقها الموازنة؟ يا سيدي، كلما ارتفعت أسعار النفط كلما أوجدت هذه الحكومات أبواب فساد كبيرة يتم من خلالها سرقة أموال الشعب العراقي. نعم. ولو رجعنا حقيقة إلى عام 2022 التي شهدت فيها حقيقة ارتفاع أسعار النفط إلى فوق 100 دولار، ولكننا لم نجد على أرض الواقع أي نتائج إيجابية لهذا الارتفاع، إذ لم تنشئ هذه الحكومة أي صندوقا استثماريا سياديا يضمن للعراق حاليا وللأجيال القادمة مستقبله في حال حدوث هزات اقتصادية. لم نرى حقيقة أي مشاريع تنموية حقيقية على أرض الواقع. نعم، يوجد هناك نمو اقتصادي، ولكن لا توجد تنمية، إذ أن هناك فرقا كبيرا ما بين النمو والتنمية الاقتصادية. هذه الأموال حقيقة كلما زادت واردات العراق كلما زادت حقيقة أبواب الفساد التي توجدها هذه الحكومات من أجل سرقة هذه الأموال وتبديدها. ولو تتبعنا حقيقة هذه الأموال أين تذهب، هي تذهب باستثمارات داخلية وخارجية مرتبطة بإيران وبالأحزاب الحاكمة في العراق. طيب، ماذا عن القطاعات الأخرى وخصوصا الصناعية؟ لماذا لم يحظى أو يلاحظ مشاركتها أيضا بموازنة الدولة بشكل فعال ويعتمد فقط على الاقتصاد الريعي العراق؟ يا سيدي الفاضل، القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وحتى القطاع الخاص منذ عام 2003 تعرض إلى تدمير ممنهج وكبير جدا، حتى أصبحت وزارة الصناعة حقيقة عبئا على الدولة العراقية. والسبب يعود في ذلك من أجل أن يبقى العراق سوقا لتصريف البضائع الإيرانية، إذ أن قرار تدمير الصناعة والزراعة العراقية هو قرار إيراني بامتياز، وكان آخر تصريح حقيقة لوزير الزراعة قبل أقل من شهر بأن على العراق أن يتوجه لاستيراد الدجاج من إيران، ولكنه بنفس الوقت لم يكلف نفسه دعم القطاع الدواجن في العراق من أجل أن يحقق العراق نهضة وطفرة في هذا المجال الحيوي، بل توجه إلى الاستيراد من إيران، إذ أنها هذه الحكومة حقيقة عرقلت كثيرا من المشاريع الصناعية الكبيرة، وهناك كثير من المستثمرين العراقيين حاولوا جاهدين
أن يقيموا مشاريع استثمارية صناعية في العراق بأموالهم الخاصة، ولكنها أجرت من قبل هذه الحكومة التي وضعت العراقيل أمامهم من أجل المحافظة على المصالح الإيرانية. لذلك لا نرى أي مساهمة حقيقة إلى القطاع الصناعي والزراعي في الواردات الدولة العراقية، بل فقط هي واردات النفط العراقي، وهذا هي الواردات حقيقة واردات ريعية خطيرة جدا، أن أي هزة اقتصادية تعرض العراق إلى انتكاسة كبيرة. وأنا منذ بداية عام 2022 كنت قد حذرت من أن عام 2025 حقيقة سيكون عام انهيار اقتصادي كبير جدا في العراق، إذ أن كل المعطيات حقيقة تشير إلى ذلك. وقد حذر أيضا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أن العراق معرض إلى الانهيار الاقتصادي. طيب الكبير هنا أيضا السياسات الخاطئة مثل طيب أستاذ عمر، هنا أيضا الخبراء والمراقبون الاقتصاديون يحذرون دوما من المرحلة الخطيرة التي وصلها العراق بسبب الفساد. ماذا لو استمر الفساد باستمراره بالعراق وتواصله من قبل السياسيين والأحزاب والمسؤولين المتحكمين؟ ماذا لو استمر العراق؟ كيف ستكون صورة الاقتصاد؟ يا سيدي، حقيقة نحن لو تتبعنا مسار الاقتصاد العراقي لوجدناه اقتصادا مشوها لا توجد له معالم حقيقية، إذ لا توجد أي رؤية اقتصادية ولا سياسة اقتصادية من قبل هذه الحكومة. حقيقة أن الفساد يوما بعد يوم يزداد بشكل كبير، لذلك سيقود العراق إلى حافة الانهيار الكبيرة التي سوف تؤدي بالعراق ليصل إلى نفس ما وصل إليه لبنان. حقيقة كل بلد تعبت به إيران يصل إلى الانهيار السياسي والاقتصادي، ولذلك أنا أتوقع أن العراق سيكون مصيره كمصير لبنان، انهيار اقتصادي كبير وانهيار لقيمة الدينار العراقي. طيب هنا أيضا مؤسسة Global Energy Monitor تقول أنه العراق سيتكبد خسائر فادحة وكبيرة إذا ما استمر بالاعتماد على تصدير النفط فقط. هنا أيضا ما خطورة استمرار العراق على اعتماده على النفط، وخصوصا أن ربما يسير العالم مستغنيا عن الوقود الأحفوري في الأعوام المقبلة؟ يا سيدي، الاعتماد على النفط هو انتحار اقتصادي، إذ أن العالم حاليا يبحث بشكل جاد التوجه نحو المصادر الطاقة النظيفة، ولذلك يعد وبعد ذلك سيتحول النفط إلى مصدرا ثانويا للطاقة. لذلك الاعتماد على النفط والبقاء على الاعتماد عليه سيعرض العراق إلى مخاطر كبيرة جدا. وأن الموازنة الحالية التي أقرت لعام 2023 هي موازنة كرست الاقتصاد الريعي وقضت على كل آمال لإنعاش الاقتصاد العراقي من خلال تنمية القطاع الصناعي والزراعي والقطاع الخاص. لذلك هذه الحكومة هي تجرنا نحو الإفلاس والانهيار الاقتصادي الكبير بسبب التعمد بالبقاء على الاعتماد على النفط الذي يشهد تذبذبا كبيرا، وإن كان قد ارتفعت أسعار النفط لكنها سرعان ما سوف تعود حقيقة إلى الانخفاض مرة أخرى بسبب كثير من المعطيات على الساحة الدولية. من بغداد الباحث في الشؤون الاقتصادية الأستاذ عمر الحلبوسي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.